بسم الله الرحمن الرحيم. كان اخر حاجه اخدناها المره اللي فاتت كنا احنا سطبنا السيرفر بتاع السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر، تمام؟ ايه السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر ده اللي كان بيوزع السيرتيفيكت؟ اعمل بيها ايه؟ يعني انا صحيح قومت السيرفر، ايه بقى الابلكيشنز، ايه التطبيقات اللي انا اقوم عليه؟ تمام. على سبيل المثال اول تطبيق دلوقتي هناخده ان شاء الله HTTPS هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، وده بروتوكول شغال على بورت 443. يعني من الاخر كده هقوم دلوقتي ويب سيرفر وبعد كده اخليه سكيورد، وبعد كده اخليه ايه؟ سكيورد. تمام. عن طريق ايه بقى؟ قال لك ال HTTPS كان معتمد الاول على بروتوكول اسمه SSL سكيور سوكيت لاير. تمام. ال SSL كان فيه مشكله في الاكواد بتاعته اتعدل فيه بطريقه كده، حصل عليه كومبرومايز فعملوا بعديه TLS. يعني الفيرجن الاحدث دلوقتي من الاس اس ال هو مين؟ تي ال اس. ازاي ان انا احول السيرفر بتاعي تاني ل اتش بي اس سيرفر؟ عن طريق ان انا هجيب له اساسا سيرتيفيكت. فطبعا اللي انا هعمله النهارده ان انا هخلي السيرتيفيكت اوثورتي بتاعي جوه الشركه برايفت، انا مش هطلب سيرتيفيكت من بره. تمام. تعالوا بس كده الاول نقوم السيرفر بتاعي. انا هديت الانفرا اللي انا كنت عملناها اخر مره عشان يبقى السيناريو بتاعنا ابسط من كده. تمام. احنا كنا عملنا روت سيرتيفيكت اوثورتي واشوينج سيرتيفيكت اوثورتي كان نوع انتربرايز، صح؟ ده احنا اتفقنا السيناريو ده في اللارج بزنس، فيري لارج بزنس كمان. تمام. انما حتى السيناريوهات العاديه واللارج بزنس ده نفسه هو سيرتيفيكت اوثورتي واحد كفايه قوي 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 يعني. تمام. فده اللي انا هعمله دلوقتي، هسطب رول اد رول نيكست. تمام. اد سيرتيفيكت اوثورتي سيرفيس نيكست. تمام. وسطب السيرتيفيكت اوثورتي بس، وكنا اتكلمنا عن شويه دول المره اللي فاتت. اوكي. نيكست انستول. لغايه بقى كده ما يتسطب تعالوا نشوف التوبولوجي بتاعنا هيبقى عباره عن ايه. هيبقى عندي هنا سويتش سويتش، والسويتش ده هيبقى متوصل عليه السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر اللي انا هخليه اساسا هو نفسه الدومين كنترول. يعني انا هسطب الاثنين، انا بسطب الاثنين دلوقتي على نفس الدومين. تمام. كتوفير للمكان ان انا ريكومندد ان السيرتيفيكت اوثورتي يكون سيرفر ممبر من الدومين. تمام. وبعد كده هعمل سيرفر تاني انا مجهزاه ومخليه ممبر من الدومين اللي هو الدب دب دب سيرفر الورلد وايد ويب سيرفر، عن طريق ان انا هسطب عليه اي اي اس. احنا كنا سطبنا قبل كده الاي اي اس وشفنا ازاي ده هتعمل معاه، لا المره دي هسطبه واخليه سكيور. تمام. وبعد كده هتستعلى مين؟ مكنه كلاينت ممبر من الدومين، بحيث ان الكلاينت دلوقتي لما يجي يدخل اساسا على السيرفر يدخل عليه اتش بي اس مش اتش بي. تمام. نقوم بقى خطوه خطوه. نقوم السيرفر ده الاول، ده السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر كده خلص. طبعا بعد كده المفروض ان انا بعمل له كونفيجريشن نيكست، دي الرول فعلا اللي انا كنت اخترتها. نيكست هخليه انتربرايز سي اي. تمام. نيكست روت سي اي لان انا دلوقتي ما عنديش اي روت سي اي، هستخ او هكاري برايفت كي جديد. تمام. هقبل هنا الديفولت، وممكن ريكومندد ان انا احط هنا علامه صح عشان الادمن زي ما اتفقنا يقدر بعد كده ان هو يغير البرايفت كي. نيكست وهسيب كل حاجه على الديفولت. نيكست. تمام. طبعا الحاجات دي احنا كنا شرحناها اخر مره، فيهم اي مشكله؟ تمام. بعد ما يكونفيجر بقى تعالوا نقوم الاي اي اس سيرفر. لو انا جيت هنا الاول كده قبل ما اقوم الاي اي اس سيرفر، لو دخلت هنا على تولز وبعد كده دخلت على سيرتيفيكت اوثورتي. تمام. على سبيل المثال احنا قلنا قبل كده ان ريفوكت السيرتيفيكت دي اللي هي ايه؟ دي السيرتيفيكت اللي خلاص بقت ريفوكت ريجكتد بالظبط. تمام. ممكن ان انا اجي عليها اعمل عليها كليك يمين واقول له بابلش ليها. اول ما هقول له بابلش هيقول لي انت عايزه ان انت تذيعي او تعملي بابلش للسي ار ال كلها ولا للدلتا؟ فاكرين الفرق ما بين الاثنين؟ ما فاكرينش. ما خدتش البيت اصلا؟ مرفوعه. ماشي. دلتا سي ار ال كنا قلنا التغيير بس اللي هي الشهادات الجديده اللي لسه ريبورت، انما السي ار ال يبقى المقصود بيها كلها. طبعا في حالتي دلوقتي مش شغل فقلت اوكي وخلاص.
تمام. ده في حاله لما انا احب ان انا اعمل ايه ابلش الريفوكت سيرتيفيكت. طبعا انا لغايه دلوقتي لسه مفيش عندي اي ريفوكت سيرتيفيكت. انا هعمل لكم النهارده ان شاء الله واحده ريفوكت كده تمام. كده انا ظبطت السيرفر اللي هو السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر. نقوم بقى الدب دب دب سيرفر اد رود. وطبعا الجهاز ده ممبر من الدومين دلوقتي تمام. هسطب الرول بتاعه الاي اي اس نيكست وهقبل كل الديفولت انستول. لغايه بقى ما يتسطب كده تعالوا نرجع تاني للروت سي اي. لو انا جيت هنا على سيرتيفيكت تمبلتس ميزه ان انا اخلي السيرتيفيكت اوثورتي بتاعي نوع انتربرايز يعني ممبر من الدومين ان هو بيجنريت مجموعه من التمبلتس. بيجنريت مجموعه منين؟ من التمبلت سيرتيفيكت. على سبيل المثال ممكن يبقى في عندي تمبلت مثلا للنتورك ديفايس راوتر مثلا تمام، لليوزر، للكمبيوتر، لبعض السيرفيسز. دي دلوقتي السيرتيفيكتس اللي هو فعلا بيعمل لها بابلش. دي دلوقتي التمبلت للسيرتيفيكتس هو اوريدي بيعمل لها ايه بابلش تمام. لكن مش هما دول بس. لو انا عايز اشوف لسته بكل السيرتيفيكتس اللي عندي باجي هنا اعمل عليها كليك يمين واقول له مانج. كل دي عباره عن تمبلتس اقدر ان انا اشتغل عليها. على سبيل المثال في للويب، في لليوزر، في مش عارفه للسمارت كارد، في للراوتر، في مش عارفه للاي بي سيك، للاكستشينج، مش عارفه لمين، للدوين كنترولر. في عندي مجموعه كبيره من السيرتيفيكتس تمام. فدول بقى اللي انا هستخدمهم النهارده باذن الله. بس انا لو جيت دلوقتي دبل كليك على دي مثلا هتلاقوا ان اغلب الاعدادات بتاعتها ديمت. اغلب الاعدادات ايه؟ ديمت، مش قادره ان انا اعدل فيها. لان عاده انا مش بعدل اساسا في التمبلت. عاده ايه؟ مش بعدل اصلا في التمبلت. قال لك امال اعمل ايه؟ قال لك بعمل عليها كليك يمين واقول له دوبليكيت للتمبلت. يعني انا كده بعمل منها كوبي، والكوبي ده هو اللي انا بعدل فيه تمام. زي ما هشوف دلوقتي بقى باذن الله. تعالوا نروح الاول للويب سيرفر، نعمل ويب سيرفر بسيط كده. هدخل هنا على اي اي اس، فين اس مانجر تمام، وهدخل هنا تحت السي وكريت له هنا فولدر مثلا على سبيل المثال اسميه دب دب دب، واعمل فيه اي موقع كده بسيط، حاجه بسيطه، ملف تكست هلو، كان ده موقع يعني انا عاملاه. وطبعا الامتداد يهمني قوي، نصر بس كده الامتداد الاول index.htm او html تمام. اضيفه ازاي بقى على الاي اي اس؟ لو نزلت هنا كده تحت سايت، انا في عندي ديفولت ويب سايت تمام، ممكن ان انا ادلته مش محتاجاه عادي، ريموف يس، ونكريت واحد جديد اد ويب سايت. هقول له دلوقتي السايت نيم اسميه مثلا سي دب 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 تمام. الفيزيكال باس انا حطاها تحت السي في الفولدر اللي اسمه دب 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 تمام. هشتغل حاليا بالاتش تي بي لان انا لسه ما جهزتش السيرتيفيكت تمام. وهقول له اساين الكلام ده او بايند الكلام ده على الاي بي اللي هو 110 على بورت كام؟ 80. اوكي نتست كده. لو جيت دلوقتي على اي براوزر هنا تمام، اتش تي تي بي نقطتين سلاش سلاش. السيرفر ده الجهاز ده انا مسميه دب دب دب، وبالتالي الريكورد بتاعه في دي ان اس دب 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 تي شوت دوت كوم تمام. تي شوت دوت كوم. دخل هنا كده ببروتوكول مين؟ اتش بي تمام. لو حاولت ان انا احط له هنا اس مش هيشتغل، لان انا كده بقول له ادخل على بورت 443 وانا مش مظبطه لسه بورت 443 تمام. طب الخطوات بقى نعمل ايه؟ انا ملخصه لكم برده هنا كالعاده يعني الخطوات جوه ملف عشان ما تلخبطوش نفسكم خالص تمام. اول حاجه طبعا الاي اي اس قومته تمام. على السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر بقى هكرييت تمبلت نوعها ويب سيرفر، ونفس الخطوات برده هعملها على اليوزر تمبلت. يبقى هكريت ايه؟ اتنين تمبلت، واحده خاصه بالويب سيرفر تمبلت والتانيه خاصه باليوزر تمبلت. تعالوا نعمل الكلام ده كده. هقوم الكلام ده ازاي؟ هاجي على الويب سيرفر، قلنا تاني ان انا مش هادت فيها
هقول له دوبليكيت تمبلت واجي على الجنرال تاب واسميها هنا الاسم اللي انا عايزاه. انا عن نفسي عاده بفضل ان انا اقول لها في الاول اندرسكور عشان تظهر معايا فوق فوق خالص، عاده اندرسكور بيظهر فوق خالص. هوريها لكم دلوقتي باذن الله. واسميها مثلا باسم الشركه بتاعتي تي شوت مسافه ويب صفر تمام، واحط هنا علامه صح ببلش السيرتيفيكت ان اكتف دايركت، لان انا فعلا عايزه ان هو يعمل لها بوش جوه الاكتف دايركت تمام. ودونت اوتوماتيكالي ري انرول اف ا دوبليكيت سيركت اكزيست ان اكتف دايركت، عشان ما يعملهاش ري انرول تاني لو كان في كوبي تانيه زيها بالظبط موجوده في الاكتف دايركت تمام. ابلاي واجي بقى هنا جوه السكيورتي ات واضيف هنا الجهاز اللي اسمه ده ده، لان السيرتيفيكت دي مخصصه ليه هو تمام، بس ده كمبيوتر اكونت. هو هنا انا بشاور على يوزر جروب بيلت ان سكيورتي برنسبل، فلازم بقى اشيل علامات الصح دي. انا عايزه اتشيك على ايه؟ انا عايزه سيرش على كمبيوتر اكونت ده 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 جابه. لو ما كنتش حطيت علامه صح على كمبيوتر ما كانش هيظهر. اوكي وادي له ريد انرول واوتو انرول. احنا كنا قلنا قبل كده ان من ضمن مميزات الانتربرايز سيرتيفيكت اثورتي ان عنده القدره انه يعمل اوتو انرول للسيرتيفيكت، مش كل شويه السيرفر هو اللي يطلبها، مش كل شويه اليوزر هو اللي يطلبها تمام. ده اللي انا محتاجاه. تعالوا نجهز واحده كمان اللي هي خاصه بمين؟ باليوزر دوبليكيت جنرال تاب هسميها تي شوت يوزر نفس الخطوات بالظبط، وهاجي هنا على سكيورتي اد، بس المره دي بقى هضيف هنا الدومين كمبيوترز، هضيف هنا ايه الدومين كمبيوترز، وبرده نفس الكلام هدي له انرول واوتو انرول تمام. انا كده جهزت التمبلتس بتاعتي. اجيبها منين؟ هدخل بقى على السيرتيفيكت اثورتي كونسول تاني وكليك يمين على دي. المره دي مش هقول له مانج، المره دي هقول له نيو سيرتيفيكت تمبلت تو ايشو، عشان السيرتيفيكت الاثنين سيرتيفيكتس اللي انا جهزتهم يظهروا مع الليسته دي تمام. انا كده بفعلهم يعني من الاخر. فكليك هنا نيو سيرتيفيكت تمبلت تو ايشو. مين من دول؟ الاثنين دول. اخدتوا بالكم انا حطيت اندر سكور في الاول ليه؟ بدل ما تو فيه وهما فيه تمام. اوكي ظهروا عندي اهو تمام. دي كده الخطوه الاولانيه اللي انا هعملها على السيرتيفيكت اثورتي سيرفر. على الاي اي اس سيرفر بقى اول حاجه هسطب الرول بتاعتي طبعا اكريت ويب سيرفر تمام. وبعد كده همشي بقى الخطوات كده. هاجي هنا على اسم الجهاز ككل وادخل هنا على سيرتيفيكت سيرفر سيرتيفيكت. انا كده بطلب سيرتيفيكت للسيرفر ككل. بطلب ايه؟ سيرتيفيكت للسيرفر ككل. فدبل كليك هنا هدخل هنا على كرييت دومين سيرتيفيكت تمام. والكومون نيم، الكومون نيم ده اهم حاجه عندي. الكومون نيم ده، الكومون نيم ده هو المفروض ان هو يكون اسم الاسم اللي اليوزر هيكتبه في البراوزر بتاعه. الاسم ايه اللي اليوزر هيكتبه في البراوزر بتاعه؟ اللي هو في حالتي تي شوت دوت كوم ده 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 تي شوت تمام. بقيه البيانات اكتبوها وات ايفر، مثلا تبع الايو اللي اسمها اي تي زجزج شرقية تمام، الدولة وتبر ايجيبت موجودة في الليست على فكرة تمام. في الواقع بقى لو انا هطلب السيرتيفيكت دي من بابليك سيرتيفيكت اثورتي انا بديهم المعلومات يبداوا هم يتشكوا عليا انا فعلا شركة صح ولا حد كده هاكينج بيعمل هاكينج على بقية الاجهزة مثلا او بقية اليوزرز وبيحاول يسرق بياناتهم او رقم كريدت كارد نمبر. موقع يعني بيبيع اونلاين بس هو مش موقع تراستد، بيسرق بيانات العملاء بس الرقم اسمها ايه؟ الكارد بتاعهم يعني السمارت كارد بتاعهم، مش السمارت كارد اسمه ايه؟ الفيزا الكريدت كارد تمام؟ نيكست واضغط هنا على سيلكت. مين هو الروت سيرتيفيكت اثورتي بتاعي؟ او مين السيرتيفيكت اثورتي الافيلابل عندي؟ تي شوت روت سي اي تمام؟ اوكي فريندلي نيم اي اسم برضه مش فارق تي شوت او نخليه مثلا دب 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 فينيش تمام. دي كده السيرتيفيكت بتاعتي. دي الخطوه الثانيه. الخطوه اللي بعديها هاجي على دب 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 سيرفر بتاعي بقى تمام. اول حاجه هاديت البايندنج اللي عليه اديت بايندنج، لان انا مش عايزاه دلوقتي يشتغل اتش بي، انا عايزاه يشتغل ايه؟ اتش بي اس
تمام؟ فاقول له هنا طبعا لو حاولت اعمل له ريموف مش نافع، ايديت مش عارفه اعدلها، تمام؟ فهضطر بس ان انا اقول له اد اتش بي اس، وان انا هلسن على نفس الاي بي 110 على بورت 443، والهوست نيم نفس الاسم اللي كان موجود في الكومن نيم في السيرتيفيكت دوت تي شوت دوت كوم، تمام؟ واختار هنا السيرتيفيكت اللي انا طلبته، ده الاسم اللي هو كان الفريندلي نيم اللي انا طلبت بيه السيرتيفيكت بتاعتي. سيلكت، هي دي فعلا السيرتيفيكت؟ اه تمام اوكي خلاص. يبقى دي الخطوه الثانيه اللي انا عدلت فين في البايندنج بتاعها، تمام. اخر حاجه هدخل على اس اس ال سيتنج واحط علامه صح هنا ريكواير اس اس ال، يبقى معنى كده ان اليوزر لما يجي يدخل انا بطلب منه اس اس ال، تمام. كلاينت سيرتيفيكت اجنور، اجنور معناه ايه؟ ان اليوزر دلوقتي لو جه يدخل اصلا على البراوزر ده على الموقع ده، تمام، اليوزر ده طالما هو معاه سيرتيفيكت هيعرف يدخل، لكن اليوزر لما معاهوش سيرتيفيكت هيظهر قدامه كده رساله. عارفين لما بتيجوا تدخلوا على موقع سكيور بيقول لك الموقع ده نوت تراستد، انت متاكد اكونتينيو ولا لا؟ فلو اليوزر ما معاهوش سيرتيفيكت هيطلع قدامه المنظر ده، هيقول له كونتينيو ويدخل، تمام؟ هيستريس يقول لك على اليوزر ولا مهم؟ هيستريس يقول لك على اليوزر؟ لا مش هيدخل خلاص، تمام. لو انت قلت له بقى ريكواير، ريكواير ده معناه ان ماست ان اليوزر يكون معاه سيرتيفيكت يا اما مش عارف يدخل. معنى كده ان اي كيس ورك جروب ما معهوش سيرتيفيكت اساسا مش عارف يدخل عندي، تمام. فانا هقول له هنا ايه؟ اجنور عشان اعرف اصلا اشتغل. ابلاي، تعالوا بقى نقوم دلوقتي كده مكنه كلاينت ونتست عليها. مكنه الكلاينت دي اساسا ممبر مدون، تمام. لغايه ما يقوم كده، دي الخطوات الثانيه اهي، تمام. وده الهنت بتاعت ان الكومن نيم لازم يكون هو نفسه الاسم اللي هيدخل بيه اليوزر. اوكي، ندخل مثلا اليوزر تي شوت على، انا عندي اوريدي يوزر عبير على الدومين، واليوزر ده بقى جه يدخل كده على البراوزر، تمام، http://www.tshot.com، http://www.tshot.com. قال لي ايه؟ مش عايز يدخل؟ صح؟ طيب انا عايز ادخل بايه بقى؟ اتش بي اس. ها؟ دخلني ولا لا؟ واضحه؟ طيب دلوقتي لو انا جيت هنا على السيرفر ده وقلت له ريكواير بالمناسبه صحيح زي ما قلت لكم، بس انا مش عارف اقوم مكنه كمان بقى هيفرقع في وشي بصراحه. لو انا جيت دلوقتي قومت اي جهاز كمبيوتر، او لما نيجي نوقف الفيديو وتستوا من اي اجهزه من الاجهزه اللي حواليكم دي كلها ايه؟ ورك جروب. لو جيتوا تدخلوا على الموقع ده هيصير لكم الرساله بتاعت ها اكونتينيو للسايت ده ولا لا، تمام. لو انا قلت له ريكواير ابلاي، يبقى ده معناه ايه؟ ان اليوزر ماست ان هو يبقى معاه سيرتيفيكت، تمام. المفروض دلوقتي ان هو يعرفش يدخل، فنستنى كده. لو دخل يبقى نستنى بس هو كده يبقى مكيش، اه نقفله انه بيقول ادخل تاني. قال لي ايه؟ اكسس في اي مشكله في الجزء ده؟ تمام. تعالوا بقى دلوقتي نشوف ازاي اساسا ان اليوزر ممكن يطلب سيرتيفيكت. اليوزر ممكن ان هو يطلب سيرتيفيكت بطريقه اساسا مانيوال، او الافضل ده انا عاملاه اساسا انتربرايز سي اي عشان هو اصلا يعمل اوتو انرولمنت عن طريق الجروب بوليسي، يعمل بوش للسيرتيفيكت. يعمل ايه؟ بوش للسيرتيفيكت، تمام. نشوف الاثنين. لو انا جيت دلوقتي مثلا على روت سي اي، ده في نفس الوقت اللي هو المكنه بتاعت الدومين كنترولر بتاعي، صح؟ هاجي هنا على تولز،
دومين جروب بوليسي مانجمنت. هطبق الكلام ده على مستوى الدومين ككل، كليك يمين اديت، تحت كمبيوتر كونفيجريشن، تحت بوليسز، تحت ويندوز سيتنجز، تحت سكيورتي، تحت بي كي بوليسز. هلاقي فيه هنا سيرتيفيكت سيرفيس كلاينت اوتو انرولمنت. اوتو انرولمنت هي الديفولت بتاعها نوت كونفيجر، لا انا هقول له انيبل. تمام، واحط علامه الصح هنا رينيو اكسبيرت سيرتيفيكت عشان اليوزر لوحده اساسا ما اضطرش ان انا اعمل له رينيو للسيرتيفيكت وابديت للسيرتيفيكت كمان ابلوي. تمام، وبعد كده هاجي على كاز الكلاينت ريستارت، مش جيب ابديت، ريستارت. تمام، هوقف بس الفيديو لغايه ما نخلص الريستارت ونكمل. يلا بعد ما عمل ريستارت ندخل كده تي شوت على عبير. هي كان المفروض اوريها لكم الاول الام ام سي عشان اوريكم ان السيرتيفيكت اصلا ما كانتش هتبقى ظاهره، وان بعد الحركه دي ان هي هتظهر لوحدها. مش مشكله بقى، هفتح الام ام سي. تمام، بس يا ريت ران از ادمنستريتور، هقول لكم دلوقتي حالا دي ان شاء الله. ران از ادمنستريتور، هضيف السناب ان بتاع السيرتيفيكت، هضيف السناب ان بتاع ايه؟ السيرتيفيكت. نظرا لان انا دلوقتي طلبتها ران از ادمنستريتور، فقال لي انت عايزه السيرتيفيكت بتاعه اليوزر اللي انت داخله بيه ولا الكمبيوتر؟ اللي انا طلبتها عن طريق اساسا الجهاز اللي هو السيرتيفيكت وصلت عن طريق جروب بوليسي بتاعه الكمبيوتر. لو انا دلوقتي كنت فتحت الام ام سي من غير ران از ادمنستريتور، اليوزر العادي مش من حقه ان هو يشوف السيرتيفيكت بتاعه الكمبيوتر، فهيشوف بس بتاعه مين؟ اليوزر ان شاء الله، وساعتها هيلاقيها فاضيه. لان انا تاني طلبت السيرتيفيكت كايه؟ ككمبيوتر ككل. تمام؟ نيكست، فينيش. لو دخلت تحت بيرسونال هي كده لسه ما ظهرتش. ماشي، نديله واحده ريستارت ثانيه. او ماشي اوكي، تعالى اوريكم ازاي نطلبها مانيوال. هو عاده الجزء ده بيتاخر، فده عادي، ده مش ان انتوا تقولوا لا خلاص الدنيا واقفه، ده عادي. عاده بيحتاج 2-3 ريستارت كمان. تمام؟ تعالى اوريها لكم حتى مانيوال بنطلبها ازاي. هقول له هنا اول تاسك ريكويست نيو سيرتيفيكت، نيكست، تحت اكتف دايركتوري انرولمنت بوليسي، نيكست. تمام، انا عايزه السيرتيفيكت بتاعت مين؟ الكمبيوتر. تمام، وبالمناسبه لو انا كنت فتحتها يوزر هلاقي افيلابل سيرتيفيكت خاصه بيه. اليوزر ليه سيرتيفيكتس والكمبيوتر ليه سيرتيفيكتس ثانيه. انرول، يا مسهل، فينيش، ظهرت عندي السيرتيفيكت. تمام، فيا اما ان انت تصبر عليه شويه لان السيرتيفيكتس من ضمن الحاجات اللي بتطول شويه في حته الجروب بوليسي، يا اما لو انت مستعجل ايه؟ تطلبها بايدك وخلاص. في اي مشكله كده في الاس اس ال او الاتش بي اس؟ لا.